تشمل المقهى الثقافي لحظة طنجة، هي أول مقهى ثقافي في المغرب. تأسيس ديال المقهى سنة 2014، هي مقهى عبارة عن مقهى يعني ثقافي بشكل خاص، يعني كتكون المكتبة داخل المقهى وعبارة عن متحف كيجيو الفنانين بصفة عامة من العالم وداخل المغرب، وكتستضيف مؤسسات بصفة عامة وجمعيات ومجتمع مدني، وكتعمل فيها أنشطة ثقافية اكزامبل توقيع كتب، ورشة ديال التصوير الفوتوغرافي، الأنشطة أخرى كالموسيقى، كجميع كل ما يرمز للفن والثقافة في التراث المغربي بشكل عام وبشكل خاص. هي مقهى عبارة عن متحف، رغم حجمها صغير عنده واحد إشعاع كبير في المغرب وخارج المغرب. بالنسبة للزوار ديال المقهى الثقافي، هو كتجي الشريحة كاملة، شباب، شيوخ، نساء، رجال بصفة عامة، يعني كل الفئة العمرية. والمقهى كيمتاز بالبساطة ديالو ومختلف ديفيرونس، يعني مختلف على المقاهي العادية. هو فيه مكتبة، جوج مكتبات، يعني واحدة الحجم كبير واحدة صغيرة. يعني مقهى عنده نكهة خاصة، وكيجيو لها زوار خاص، يعني اللي مهتم بالفن اللي كيجي يرتاح ويتانسبيرا ويقرا كتاب. كاين آلات العود اللي كيعزف على العود، اللي كيعزف على الجيتار، وكيكونوا تدارب موسيقية هنايا في المقهى الثقافي. كيتعملوا اجتماعات سواء فنية أو اجتماعية، ورشة تصوير إعلاميا بصفة عامة، جو قنوات عالمية لهذا المقهى هذي. احنا بالنسبة للمقهى الثقافي لحظة طنجة، مجهود فردي مستقلين، ما تبعين جهة معينة، يعني مجهود فردي. المداخل اللي كان نعمل بها صيانة المقهى، المشروبات ديالو هذي، يعني البروجي مستقل ما تبع جهة، كنستقبلوا كل شيء، جميع الأطراف في المجتمع المدني وفي الريزو سوسيو، يعني كل ما هو فني وثقافي. دعم حاليا ما كاينش دعم، ولكن احنا لما اخترنا واحد توجه مستقل، ما دخلنا في جهه معينه، حتى مؤسسه او جمعيه او حزب، او بقينا مستقلين بذاتنا، كنمارسوا الانشطه ديالنا داخل لحظات وخارج لحظات، وباش كنبقاو دائما متميزين. بالنسبه للمقاهي الثقافيه في طنجة، هي مقاهي جديدة، فكرة جديدة، لحد الآن تقدم صورة جديدة عن مدينة طنجة، تعطي صورة ثقافية عن مدينة طنجة، الأشخاص الذين مروا بطنجة، إبداعاتهم، رسوماتهم، لوحاتهم، أعمالهم الروائية. لحد الساعة ربما المقاهي الثقافية يعني قدمت، يعني استطاعت أن تستقطب يعني نوع جديد من الزوار ديال المدينة القديمة. أيضا خصها تحافظ على هاد الميزة ديالها، حتى لا يعني تنساق وراء يعني باقي المقاهي الشعبية في بالمدينة القديمة. يعني أنا شخصيا يعني أتمنى من المقاهي بالمدينة القديمة أن إذا كانت يعني بين قوسين تسمى بمقاهي ثقافية، أن تحتفظ يعني بهذا الشعار وبهذا الوسم، يعني تكون مقاهي ثقافية تقدم للزائر كيفما كان نوعه الزائر لمدينة طنجة، يعني تقدم له نبذة عن مدينة طنجة، عن أعلامها، عن كتابها، عن رسامها، عن من استوطنوا بها، عن من سكنتهم وسكنوها. هذا هو يعني ما يجب يعني على المقاهي الثقافية بمدينة طنجة، ألا تتزحزح يعني عن هذا
عن الهدف ديالها الثقافي، والا يعني سوف ستكون مجرد اسم فقط.